إعادة تأهيل وتوسعة وتطوير السد الأخضر مشروع يعود إلى الواجهة بعد تعليمات مشددة من قبل رئيس الجمهورية خلال ترأسه لمجلس الوزراء الأخير. التعليمات هذه المرة صبت لصالح إعداد دفتر شروط خاص بعملية إعادة بناء السد الأخضر واستحداث شركات شبانية تنشط في مجال التشجير والري، ما يفسح المجال للطاقات الشبانية ذات الأفكار المبدعة للمساهمة في تطوير المشروع. من مشروع السد الأخضر يعني راح تكون هناك فرص للشباب في عدة مجالات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ما نشرح نستفادوا غير من السد الأخضر ومحاربة التصحر وكيفية العمل وكيفية إدراج مشاريع أيضا دخل فيها حتى لمحاربة البطالة. أنا أظنها سياسة رشيدة جدا وتفكير عميق لأنها تخلق ثروة وتخلق كما نقولوا اليد العاملة ومشاريع الشباب أنه يعتمدوا وتكون مشاريع مقاولتية أن تربما مساحة تعتمد من طرف الشباب والشباب يثني يخدموا على أرواحهم وتكون كينا حركية اقتصادية. الإسراع في توسعة السد الأخضر ليشمل مناطق الهضاب وفقا لتعليمات الرئيس بدأ يتجسد على أرض الواقع في مناطق شرعت في عملية التشجير ومرافقة الفلاحين. الولايات التي الثلاثة التي أدرجت ولاية البرج وولاية الصطيف وولاية بسكرة التي أدرجت ضمن التوسعة لتعزيز هذا البرنامج وكذلك من أجل الارتقاء إلى الوصول الأهداف. فيما يخص هذا التسع بلديات التي يعني راهي ضمن برنامج السد الأخضر لولاية برج بعرريج، هذا التسع بلديات الحجم الإجمالي يعني للحزام اللي يمس هذا التسع بلديات يفوق 58 ألف هكتار. 44 هكتار كانت مجملها 100% أشجار زيتون. انخراط الفلاحين ضمن مسعى بعت مشروع السد الأخضر يعكس استعدادهم لتنويع الثروة الغابية من خلال غرس مزيد من الأشجار المنتجة القابلة للاستغلال والاستهلاك. حطيت الملف شهرين ونص جاءوا لي عيطوا لي وجابوا لي الشجرة وجابوا ماتريالهم وكلش وشي هو وقفت معاهم وخدموها والحمد لله وهاكم تشوفوا فيها هانا نزقيو فيها وإحنا هنا رانا متحزمين واقفين لها وهنا نخدمو وإن شاء الله ينجح المشروع هذا. إن شاء الله هذا المشروع نتاع السد الأخضر قلت لك إن شاء الله ينجح. حتى الفلاحين هذو المجاورين هنا راهم يدخلوا في البرنامج هذا ويستصلحوا ويخدموا والتدعيم راه كاين. شوف الدولة راهي مش باخلة. إعادة تأهيل وتطوير السد الأخضر من خلال إقحام الخبرة العلمية والكفاءة الشبانية من شأنه الحد من ظاهرة التصحر وزحف الرمال، ما يفسح المجال لحماية الثروة البيئية وعصرنة القطاع الفلاحي.